تحكم لابد أن يعلم الجميع أن التحكم جاء كمرحلة يمكن نسميها أنا ديال بداية نهاية الاستبداد. احنا ما كناش نتحدثوا عن التحكم في المغرب، كان غير خلي نضربوك. حتى وقتاش بدات هذه العبارة ديال التحكم بالنسبة لنا في الاتحاد الاشتراكي؟ بدات سنة 83 أو 84. علاش؟ لأننا انخرطنا في انتخابات وانخرطنا في استراتيجية النضال الديمقراطي، والحكم الاستبدادي وقتها أي قبل، لاحظنا بأنه من تيبغي يزور انتخابات يزورها بشكل فج، ومن تيبغي يقمع تيقمع بشكل واضح والحرية. إذن انطلقنا، أنا تنبغي ندير لها واحد التأويل، انطلقنا من مرحلة الاستبداد التام إلى مرحلة التحكم. وهذه مرحلة التحكم أجابت عنها وثيقة، أول وثيقة صدرت فيها هذا المصطلح هو الوثيقة ديال أزمة المجتمع اللي كانت في المؤتمر الرابع ولم يصادق عليها الاتحاديون. كانت مشروع تقرير كذا، مع كامل الأسف لم يصادق عليها المؤتمر، واليوم يتذكرها الاتحاديون ويتذكرون المجهود الإيجابي اللي كان فيها. من ثم بدأ التحكم. شنو هو التحكم؟ التحكم هو تنستعمل كل وسائل ديال الضبط باش نخلي الظاهرة. كيفاش بدأ عندنا احنا التحكم؟ هذا سميته الاتحاد الاشتراكي، واجي نديروا ليه حزب اخر بحاله، اتحاد شي حاجة اخرى. هذا سميته عبد الرحيم بوعبيد، واجي نقلبوا على شي زاهم بحاله. يعني التضليل والتغليط والقمع بأشكال جديدة ماشي هي بالضرورة الزروطة، لأن المغرب ساءت أوضاعه. وذاك النضال ديال اليسار وديال القوى التقدمية هو اللي تيخلي ميزان القوى يتطور فيما يتعلق بها التحكم. ولذلك جات محطات ومحطات خلص فيها الشعب المغربي، ولكن اللي أدت إلى التقليص من التحكم. تحكم تتحدث عنه حتى الديمقراطيات العريقة. مني تهضر موريس دوفيرجي على أنه حتى في هذه الديمقراطيات ما تتبقاش سلطة القرار في البرلمان وفي الحكومة وكذا، ولكنها تصبح عند بنية تقنية كما سماها أصحاب الياقات البيضاء وأصحاب الجرافطات واللي خدامين في المخابر. لأن اللي تيقول له وخا يكون هذاك مرجعيته تستدعي توقيف شي مشروع نووي ولا شي مشروع بيئي ولا شي مشروع كذا، اللي حكم في نهاية المطاف ماشي هو القرار السياسي النابع من الإرادة الشعبية أي من تصويت المواطنين، ولكن اللي تيتحكم هو ديك التقارير التي يبعثها الخبراء وتدير لك المحددات التي توصلك. هذا شكل من أشكال التحكم. حنا في المغرب اليوم، أنا لا أخفي عليكم، كاين تحكم، ولكن داك الوهم ديال أن هذه التحكم كاين في السلطات وسيدي، هذا الوهم تتقضي عليه القواعد القانونية المنصوص عليها في الدستور وتحملك المسؤولية باش تحبس هذا الشيء. أنا تنعتبر التحكم فين كاين في المغرب؟ تنعتبر التحكم اليوم في المغرب كاين من خلال لوبيات مالية واقتصادية. أنا تنعرف دابا في الدوائر الانتخابية تيجتمعوا أحيانا بعض رجال الأعمال، مثلا في دائرة انتخابية تيجتمعوا بعض رجال الأعمال وتيقولوا دي من يصلح لنا في هؤلاء المرشحين واللي يمكن يكون غدا نلقاوه، وبالتالي يتدخلون لصالح. أنا تنعتبر هذه وسيلة من يعني اللوبيات اللي ولات الآن لا في الإدارة لا في المركب مصالحي عنده حسابات كذا، تيمكن يستخدم الأدوات للتأثير في القرار السياسي.
شكون اللي غادي يوقف هادشي؟ اللي غادي يوقف هادشي هي سلطه حكوميه تمارس كافه اختصاصاتها المخوله الدستوري. لذلك انا تنعتبر انه الا كاين شي بوادر او شي مظاهر ديال التحكم فالمسؤول عنها هو هذه الحكومة.